ويلي الخلفية، على كاينه فرص هائلة للعمل في المغرب وسنحد من الهجرة، واش تداوي من نيتكو؟ وزعما راك تنتمي إلى حزب المحافظين ذو مرجعية دينية، والكذب محرم في حزبكم، وانتم ولي تفطرونا بالكذوب وتغديونا بالكذوب وتعشيونا بالكذوب. بالله عليك، فرص هائلة للعمل، تبين هي الخدمة، والشباب مسكين نهار وما طاروا واحد البحر، وكل واحد هاللي في باطو هاللي في زودياكا كيتسنى غير فرصة باش يزهق. فين بغيتو يخدم؟ يخدم عساس حدي لكم في الفيلات ديالكم، ولا يخدم يجمع لكم الزبل من الزناق ديالكم، ولا يخدم سيكيريتي حدا الفيرمات ديالكم باش نتوما تبقاو عايشين ليا هانين وترونكيل مع راسكم. فين هي الخدمة هادي؟ وانتوما خنقتو الشباب، كل نهار جايبين لي قانون جديد، ها السجن اللي من رفض التجنيد الإجباري، ها السجن اللي من تحرش، ها السجن اللي من وضع صورة في الفيسبوك لا تعني ولا تخصه. اي وانتوما يا سيدي الفليسيه الكبار والرشاويه ديال البلاد واللي كتمصوا الخيرات ديال هاد البلاد، شكون اللي غينزل عليكم شي قانون باش يحد من هاد الفساد اللي كتمارسوه على هاد الشعب هذا؟ ويا بالفعل ودي السي الخلفي، والله ما كذبتي، قلتي بان المغرب فيه فرص شغل هائله، ياك عاد البارح جا فنان اماراتي وحاول باش يخلق 32 فرصه ديال العمل، ياك شديتو 32 دريه في فيلا وحده وفي ليله وحده مع اماراتي من اجل الدعاره والتجاره بالبشر، وفي اخر المطاف طلقتوه. بالفعل هاد هما المستثمرين نتوما اللي كتستقطبو من دول الخارج وكيجيبو العمله وكيخسروها عندنا، كيجيو هنا كينشطو على بنات بلادنا وكيفسدو معاهم ويقصرو معاهم، وانتوما في صمتين رهيب. بالفعل السي الخلفي فرص عائله، واش كتعرف السي الخلفي بان 11 مليون مغربي اللي كتراوح الاعمار ديالهم ما بين 24 سنه ما بين 25 سنه حتى 34 سنه هي عاطله عن العمل؟ واش كتعرف السي الخلفي بان 5 مليون ديال المغاربه كيعيشوا بمعدل 10 دراهم في اليوم، بما انتم وسيادتكم والوزاره اللي بحالكم كيعيشوا ب 7 مليون في الشهر؟ عاد زيدك البريمات، عاد زيدك السيدي تاني الفلوس ديال ديبلاسمون، الفلوس ديال النعاس، الفلوس ديال لي زوطيل، الفلوس ديال الماكله، ولادكم تقريوهم على برا، الفلوس ديال الطبيب، الخ 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 من الامتيازات اللي كتستافدوا منها. واش كتعرف السي الخلفي بان كاينه فوارق اجتماعيه هائله في المغرب؟ كاينين نتوما نعم سيدي الطبقه البرجوازيه اللي كتعيشوا البذخ وتعيشوا الرفاهيه، وخير الطبقه الفقيره اللي ما لاقياش درهم باش تشري خبزه. ايا نعم سيدي، وانتوما ملي كتهبطوا من 5 سنين 5 سنين عاد المواطن وعاد الشعب المغربي باش كتبداو تسعاو الاصوات ديالهم باش طلعوا الحكومه، حيت انت براسك السي الخلفي لا وظيفه لك ولا شغل لك سوى الهرطقه والكلام الفارغ والزفوط. نعم السي اييه، انت كتشد 7 مليون في الشهر على الزفوط ديالك على المواطنين، انت لا كنتي الناطق الرسمي باسم حكومه معاك الناطق الرسمي باسم اليوتيوب وباسم الشعب هو العبد لله. بارك من الكذوب، بارك من الزفوط على ولاد الشعب، راه تقهروا، راه بنادم ولا كيمشي يركب في الباطو عنده جوج حوايج، يا اما يحقق الحلم ديالو يا اما يشوف الله عز وجل، حيت غياكلوا الحوت. وبينه وبينك الشباب كيمشي يقلب على الكرامه وكيقلب على العيش الكريم، حيت عيا من الكذوب وعيا من الوعود الكاذبه. انتم باغيين تخدموا هاد الشباب هذا، بشحال غتخدموا هاد الشباب؟ ب 1200 درهم، ب 1500، ب 2000 درهم، نمشي معاك 2000 درهم، بشحال غادي يكري هاد الشاب هذا؟ ب 1000 درهم ولا 1200؟ بشحال غادي يدوز؟ لا بغي ياخذ العيد الكبير، الا بغي يدوز رمضان، الا لقاها سيدي عيد الميلود، الا لقاها العيد الصغير، الا مرادو بغي يمشي يداوى، الا بغي يمشي يفوج سوايا في العطله بحالو بحال الناس، واش غتقدو هاد الفلوس؟ بالله عليكم، واش نتوما يا وكززوا في هذاك البرلمان حيت بغاو يحيدوا لكم التقاعد ديال البرلمانيين، وتجيو تضحكوا على ولاد الشعب؟ هكا هناك فرص هائله للعمل وسنقوم بالحد من ظاهره الهجره. وخلوا عباد الله، خلوا عباد الله تتقلب على رزقارات قهرات وتخنقات في هذه البلاد هذه، مصيبه كحلالي بو.